عالم المعرفة ام دي سافوار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم محمد العصامي. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد المسألة اللي هي مهمة، وهي ديال الاي كلاود، يعني كيفاش يمكننا نديرو اون سوف كارد وكيفاش يمكننا نفاصيو داك السوف كارد، يعني كيفاش نديرو واحد النسخة احتياطية وكيفاش نحذفو ديك النسخة الاحتياطية وكيفاش نتمكنو من ادارة مساحة التخزين على الاي كلاود، لان معروف ان الاي كلاود فيه 5 جيجا وخصنا كما كنقولوا العقلنا ديال داك 5 جيجا، يعني كيفاش نديرو نتصرفوا فيها، يعني باش ماشي كل ساعة كيجي واحد الميساج بان الاي كلاود عمر وما بقالوش في ديزيد لا ساتوراسيون، كيجي واحد الميساج وكداك الميساج كيبرد. شنو يمكننا نسوف كارديو وشنو ما يمكنناش نسوف كارديو، هادشي اللي غنشوفوه ان شاء الله في هاد الشرح ديال اليوم. ندخلو للغيكلاج ونمشيو حتى الكونت اي مود باس، مود باس اي كونت، ومن تما غادي تبدا العمليه. غيكلاج، ندخلو غيكلاج، غيكلاج، ريشيرش، شون دو ريشيرش، كونت اي مود باس، ميدو 5 مود وايلد سون لو كونت جينيرال سونتر لوني فون سيري كوتشي ابل دو باتري كونفيدونسييل اي تيون ستوري مود باس اي كونت بوتون مود باس اي كونت كليكيو سيليكسيوني ريكلاج بوتون دو ريتور نبالايو حتى نوصلو مود باس اي مود باس كري رامبلي مود كونت ان تيت فوالا كنلقاو كونت كنلقاو جوست تحت منها اي كلاود اي كلاود درايف كونتاكت نوت فوتو بورس بوتون فوالا. هنا هو كيقول لنا شنو راه مسوفكاردي تقريبا، شنو مسوفكاردي فيه. الوغ نكليكيو هنا جيميل ميل اوتلوك ميل اي كونت ان تيت اي كلاود اي كلاود درايف كونتاكت نوت فوتو بورس بوتون فوالا. نكليكيو هنا وندخلو اي كلاود كونت بوتون دو ريتور فوالا مبالاي اي كلاود ان تيت ميدو سامي اوسامي مين اروباس جيميل بوان كوم بوتون ليدونتيفيون ديالنا configurer le partage familial stockage 1,6 gigaoctets de libre bouton عندي جيجا ونص اللي خاويه iCloud drive oui bouton iCloud drive oui photo oui bouton photo. mail désactivé mail désactivé contact activé contact عندي activé calendrier désactivé calendrier désactivé rappel désactivé rappel. safari désactivé maison désactivé note activé non. santé désactivé wallet désactivé trousseau non bouton. هنا هاد المسائل اللي اكتيفي ونو اكتيفي كتبقى مسألة اختيارات، كل واحد شنو باغي يكتم شوية هذا يسوف كاردي في الاي كلاود، يعني يحتفظ بها يدير له نسخة احتياطية في الاي كلاود. بحال دابا انا مأكتيفي لي فوتو، مأكتيفي لي كونتاكت، مأكتيفي النوت، يعني الامور اللي غادي اللي كنحتاجها كاملة مأكتيفيها، وغادي نشوفو لي زابليكاسيون الاخرين ان شاء الله، ولكن حتى نأكتيفي ولا سوف كارد، يعني لا سوف كارد عندي ديزا سوف كارد اي كلاود نو بوتون فوالا كيقول لك سوف كارد اي كلاود نو. الوغ نكليكو هنا سوف كارد اي كلاود بوتون دو ريتور سوف كارد ان تيت سوف كارد ان تيت سوف كارد اي كلاود ديزاكتيفي sauvegarde désactivée sauvegarder automatiquement les données telles que vos comptes vos documents sauvegarder automatiquement sauvegarde iCloud désactivé voilà cliquez là activé avertissement commencer la sauvegarde iCloud voilà vous pouvez commencer la sauvegarde iCloud elle quand c'est désactivé cliquez là les données de votre iPhone ne seront plus sauvegardées automatiquement sur votre ordinateur lorsque vous synchroniserez avec iTunes voilà annuler bouton OK bouton dire OK sauvegarde avertissement activation de la sauvegarde l'activation de la sauvegarde sauvegarder maintenant bouton فوالا كاينين كتعطينا جوج ديال الاختيارات، كاينه اما سوفغاردي مانتنو dernière sauvegarde réussie 2024 sauvegarder automatiquement les données telles que vos comptes vos documents votre configuration maison et vos réglages lorsque cet iPhone est branché sur secteur verrouillé et connecté à un réseau sauvegarde iCloud activé كنلقاو فاش كنكليكو على فاش كنكتيفيو كنلقاو سوفغارد اكتيفي وكنلقاو sauvegarder automatiquement les données telles que vos comptes vos documents votre configuration maison et vos réglages lorsque cet iPhone est branché sur secteur verrouillé et connecté à un réseau Wi-Fi en savoir plus voilà هنا كيقول لنا سوفغارد اوتوماتيك. يعني هاد لا سوفغارد اوتوماتيك كيفاش كدير، يعني في الوقيته فاش كنكونوا اكتيفي الواي فاي ودايرين التليفون في الشارج في ديك الوقيته كيبقى كيدير لا سوفغارد، يعني في الوقيته فاش كنحيدو كيوقف لا سوفغارد، عاوتاني فاش كنردو هذا كيكمل هو لا سوفغارد ديالو، يعني دائما فوق ما كنكونوا دايرين التليفون في الضو يعني ديرنو في الشارجور كيتشارجا ومأكتيفي الواي فاي هو دائما كيرونوفلي لا سوفغارد ديالو sauvegarder maintenant bouton
بقينا سوفغاردي ماتنو. الا كنا مزروبين كنا على سوفغارد كنكليكو على هذا البوطون هذا وهو كيبقى سوفغارد سوفغارد سور بلاس، يعني ديك الساعه كيبدا لا سوفغارد، يعني اللي كنا محتاجين نخليوه حتى يصلي لا سوفغارد ديالو ديالنا عاد نقومو بداك العمل اللي باغي نقومو. اي كلاود بوطون دو رتور رابيل ديزاكتيفي فوالا كالندري فوتو اي كلاود درايف وي بوطون اي كلاود درايف. هنا الاي كلاود درايف كليكيو عليه اي كلاود درايف اي كلاود بوطون دو رتور اي كلاود درايف اي كلاود درايف اكتيفي اوتوريزي لي زابس ستوكي دي دوكيومون اي دوني سور اي كلاود. فوالا هنا غادي كنلقاو لي زابليكاسيون كيمكن ديرنيير ميزاجو 8.15 فوالا ما تروفي با مون ادريس ايميل بوطون بوسيو جي ار ديزاكتيفي. فوالا هادو هنا كيبداو لي زابليكاسيون. هنا باش ما نضيعوش الوقت صباليه اي ابليكاسيون بغيتو تاكتيفيو لها لا سوفغارد، يعني باش تسوفغاردا كتكليكو بحال دابا بوسكو جينيو عندي ديزاكتيفي تي تافون بلو ديزاكتيفي. فوالا هنا الا كليكيت اكتيفي كيولي اكتيفي تي تافون بلو اكتيفي. فوالا الا كليكيت على ديزاكتيفي. فوالا باش ما نضيعوش الوقت، يعني هنا بنادم كيتصفح هاد لي زابليكاسيون كاملين اللي لقاها اكتيفي وكان باغي ديزاكتيفي غير كليك عليها وكديزاكتيفا، واللي كانت ديزاكتيفي وبغى كليك عليها ويرد اكتيفي هي اللي باش تسوفغاردا. الو نخرجوا اي كلاود اي كلاود بوطون دو رتور كونت بوطون دو رتور. يعني هكا عرفنا كيفاش ناكتيفيو لا سوفغارد وكيفاش ناكتيفيو ونديزاكتيفيو لي زابليكاسيون اللي باغينهم يتسوفغاردو. اي كلاود ان تيت ميدوساني اوساب كونفيغوري لو بارتاج فاميليا ستوكاج 1.6 جيجا اوكتيت دو ليبر بوطون. فوالا ستوكاج يعني البلاصه فين كيعطينا كيما كنقولوا شحال باقي لنا ديال التخزين، شحال ديال باقي لنا ديال المساحه ديال التخزين كنلقاو بوطون اي كلاود درايف وي ستوكاج 1.6 جيجا اوكتيت دو ليبر بوطون. فوالا يعني هنا كنكليكيو باش كيدخلنا للمكان منين غادي نمشيو نشوفو عاوتاني امور واحده اخرى وكيفاش نديرو نحذفو لا سوفغارد. كليك سيليكسيوني اي كلاود بوطون دو رتور ستوكاج ستوكاج ان تيت ستوكاج توتال 5 جيجا اوكتيت. فوالا ستوكاج توتال 5 جيجا ديسپونيبل 1.65 جيجا اوكتيت ديسپونيبل، يعني شحال اللي باقي. جيري لو ستوكاج بوطون جيري لو ستوكاج اشتي دو ستوكاج سوبليمونتير بوطون اشتي لو هنا الا بغينا نشريو خلاص حنا ما كنشريوش معروف ما كنشريوش الستوكاج ديال هذا، المهم اللي بغى يشري هنا الا بغى يشري هذا اشتي دو ستوكاج جيري لو ستوكاج بوطون. حنا اللي كتهمنا هنا هي هذا البوطون ديال جيري لو ستوكاج كنكليكيو عليه جيري لو ستوكاج ستوكاج بوطون دو رتور اسباس دو ستوكاج اي كلاود 3.4 جيجا اوكتي سور 5 جيجا اوكتي يوتيليزي اس سوفغارد 60% فوتو 4% دوكيومون 3%. Voilà, هنا كيعطينا البورسونتاج. Changer de forfait 5 جيجا اوكتي sauvegarde 3 جيجا اوكتي بوطون sauvegarde 3 جيجا اوكتي. هذا يعني 3 ديال 3 ديال جيجات اونس اللي عندي يعني ديال لا طاي ديال لا سوفغارد. فوتو 227.8 مو بوطون كيعطينا لي زابليكاسيون 130.9 مو بوطون. ولا كيعطينا دوت هادو لي زابليكاسيون اللي راهم يعني مسوفغاردين، ماشي مسوفغاردين وانما يعني اي كلاود درايف 23.6 مو بوطون. فوالا هنا كل لي زابليكاسيون كاملين اللي واخدين لي سباس كلهم كيخرجوا. ابل بوكس 2.1 مو بوطون اي كلاود درايف فوتو سوفغارد 3 جيجا اوكتي بوطون. هنا كنرجعوا لهاد لا سوفغارد سوفغارد يعني داك لا طاي ديال لا سوفغارد وكنكليكيو عليها سوفغارد 3 جيجا اوكتي اسباس دو ستوكاج اي كلاود بوطون دو رتور انفو ان تيت اي كلاود 3.4 جيجا اوكتي باك اب باروباس 3x سوفغارد un sauvegarde document et données 3 gigaoctets sauvegarde en tête voilà. aime du savoir 3 gigaoctets c'est iPhone bouton voilà هنا اش كيقولنا aime du savoir iCloud 3, backup un sauvegarde document et données 3 giga sauvegarde aime du savoir 3 gigaoctets c'est iPhone bouton كيقول لك aime du savoir 3.5 gigaoctets c'est iPhone. انا التليفون ديالي مسميه aime du savoir. فين كنسميو هاد التليفون كنمشيو كندخلو الانفورماسيون تما كنلقاو هو كيكون السميه ديالو ايفون اللي بغا يبدل السميه كيبدلها بحال هنا بدل السميه ديالو ام دي سافوار واللي كيخلي غادي تلقى ايفون سات ايفون الوغ كنكليكيو هنايا فهاد ام دي سافوار انفو بوطون دو رتور انفورماسيون ان تيت ام دي سافوار سات ايفون سات ايفون dernière sauvegarde 2024 dernière sauvegarde 2024 taille de la sauvegarde 3.2 gigaoctets 3.2 GB. Taille de la prochaine sauvegarde. Chargement en cours. Choisir les données à sauvegarder. En tête. Choisir les données à sauvegarder. Kitabi, 2.12 GB.
activé. Voilà, انا هاد كتابي هذا كنت نسيتو, يعني هو راه تيليشارجي فيه داك التوبه, كنت نسيتو لان في الوقيته فاش كان كل ما كان تيليشارجي اون ابليكاسيون خصنا ندخلو نقلبو عليها وندير لا ديزاكتيفي. alors انا غنديزاكتيفي هاد كتابي. Désactive avertissement. Voulez-vous désactiver les sauvegardes de Kitabi et effacer d'iCloud les données sauvegardées? Voilà. Désactiver et effacer. Bouton. Désactiver et effacer. Kitabi 2,12 gigaoctets. Désactiver. Désactiver. Voilà. Non, je m'en déroge le voix. Al-Qirsh. 606,9 mots. Activé. Voilà, Al-Qirsh, on va dire le désactiver. Désactive avertissement. Voulez-vous désactiver les sauvegardes? Désactiver et effacer. Bouton. Al-Qirsh. 606,9 mots. Désactiver. À quoi? Parce qu'on gère une fois le stockage de l'IAD, non? Alors, nbalayou kima kanqoulo application par application li ghadi sauvegarder ou sauvegarder li ma ghan sauvegarder ou chanklikou aliha ou nchou ra chfna tariqa kifash kandirou désactiver ou nchou hna l tahet ka cache reader 37 cache afficher toutes les apps la photothèque est effacer la sauvegarde voilà. La photothèque est sauvegardée séparément dans photos afficher toutes les apps bouton voilà. fash kan kono kanbalayou kanlqaw kanbqaw hatta kanwoslo lhad afficher les applications كان كليكيو عليها باش كنكملوا لي زابليكاسيون كاملين وكنختاروا شنو غنديزاكتيفي وشنو غنخليو اكتيفي. الوغ حنا غادي نزيدو نباليو مور هذيك لان في الاخر كاع لا فوتوتيك اي سوفغاردي افاسي لا سوفغارد بوطون كنلقاو هاد افاسي لا سوفغارد. انا باغي نمسح لا سوفغارد ديالي القديمه ونخلي هذا وندير سوفغارد جديده. الوغ كنجي لهاد افاسي لا سوفغارد كنكليك عليها افيرتيسمون. Voulez-vous désactiver la sauvegarde et effacer d'iCloud toutes les données sauvegardées pour cet iPhone? Voilà, que vous pouvez désactiver la sauvegarde ou tout ça. Voulez-vous désactiver la sauvegarde et effacer d'iCloud toutes les données sauvegardées pour cet iPhone? Qu'est-ce que vous voulez? Ouais, je vais désactiver la sauvegarde. Désactiver et effacer. Désactiver et effacer. Pourquoi dites-vous ça, coach? Effacer la sauvegarde. Bouton en cours. Effacer espace de stockage iCloud bouton de retour. Voilà, là tu me sautes la sauvegarde. Espace de stockage iCloud bouton de retour. Voilà. Stockage bouton de retour. iCloud bouton de retour. Stockage en tête. Stockage en tête. Stockage total 5 gigaoctets. Disponible 4,62 gigaoctets. Voilà, là 4,2 gigaoctets de libre. Acheter du stockage gérer le stockage disponible 4,62 gigaoctets. Voilà. iCloud bouton de retour. يعني هكذا خويت بوطون دو ريتور خويت كاع لا سوفغارد اللي كانت عندي خويتها. كالندريير راب سفاري ميزون نوت سانتي والي روت لوك افانسي لوكاليزي مون ايفون وي بوطون. فوالا ولا دابا لا سوفغارد راه عندي اكتيفي. الوغ دابا il suffit باش غادي نبرونشي التليفون ديالي في الضوء ونخلي الويفي خدام وغادي يبدا سوفغارد جديده وغادي يتسوفغارد غير داكشي اللي انا حددته. شكرا على المتابعه والى اللقاء.